going to have many diseases. They may be diabetic patients. They may be have, they have certain medication. So you should alter your dental treatment or periodontal treatment according to those patients. Yeah, احنا مو كل patient يجينا who is systemically healthy, we should treat him as a normal patient. If he is healthy, we can treat him normal. But if he has medical problems, we should do some modification, change in the course of the treatment, so we can manage this patient totally يعني good, all right. So for periodontal management of medically compromised patients, we have many patients with many systemic disease. Most of them, يعني the most popular يجوكم للperiodontal clinic هو the cardiovascular disease. طبعا البيشنتس اللي عندهم كارديو فاسكولار ديزيز ممكن يكونون سي في اي، ممكن يكونون هايبرتنسيف بيشنتس، ممكن عندهم مشاكل بالهارت، اوكي؟ فراح نبدي واحد واحد نحكيها ونقول هذا شنو المانجمنت مالته. اجاك البيشنت قال لك انا عندي هايبرتنشن. اف ذا بيشنتس عنده هايبرتنشن ما ياخذ اي ميديكيشن، ها؟ قال لك انا عندي ضغط بس ما ياخذ اي ميديكيشن، شنو معناته؟ We should not treat this patient. Never treat a patient with no medication. هو عنده hypertension. This is not true. Okay. Second, you should inform the physician about the degree of stress and the blood loss that so that to avoid excessive bleeding. إحنا هذول مشكلتنا أبو hypertension يصير عنده excessive bleeding. فلازم احنا نطي انفورم للفيزيشن، نكتب له ورقه يابا مثلا راح نسوي له مثلا سيرجري، اذا سيرجري راح يصير اكسسيف بليدنج، مثلا راح نسوي له روت بلانينج او ديب سكيلينج، كل الشغل مالتنا لازم نسوي له ريفيد ريبورت للفيزيشن وندزه اذا هو نوت اندر ميديكال ميديكيشن. Using طبعاً local anesthesia without adrenaline لازم نستخدمها for a short procedure. يعني أحياناً يقول لك إذا هو short procedure نستعمله without adrenaline. بس إذا long procedure شلون نستعمله هي عادي. بس ما نتجاوز عدد معين من الكاربولز. يعني مو نضيفة خمس كاربولات وهو هايبرتنسيف. أكيد راح يصعد عنده الضغط. بعد عندنا بالهاي avoid postural changes، يعني هو مو رأسا نايم المريض ونقومه، يعني ايش راح يصير عنده؟ ايش راح يصير؟ راح يصير عنده postural hypotension. فهاي ايضا اذا مشكله الستريس، مشكله البليدنج، مشكله البوستشرال هايبرتنشن اللي هي جماعه الهايبرتنشن. تمام؟ جماعه الانجينا بيكتورس، اجاك البيشنتس طبعا جماعه الانجينا عندهم مشكله بالشنو؟ بالمايوكارديال اوكسجين ديماند، يعني اكسيد سبلاي، فما يوصل بلاد سبلاي للهارت. ف انتمبرري مايوكارديال اسكيميا راح يصير، نسميها راح يصير اسكيميا بالهارت، ما يوصل الهارت للبلاد سبلاي للهارت، يصير عنده بين، يسموها انجينا بيكتورس. جماعه الانجينا اولا عندنا مانجمنت مالتهم morning and short appointment، نعطي اول مريض واخر مريض جاي تعبان، هاي اول شيء. pre medication with valium، نعطي valium على شنو؟ قلل الستريس. عندنا لازم الميديكيشن مالته شنو هو؟ تعرفون شنو هو؟ اللي هو جليسرال تراينيتريت، هاي الحبايه تحت اللسان. شو نسوي له قبل لا يشتغل له؟ نعطي وحده سبلينجوال 5 minutes before the procedure. إذا حسيناه بدأ يتعب وصار فتيك، discontinue the procedure. تمام؟ يعني هاي سهلة. عندنا المانجمنت مالته morning و pre medication، نعطي الحباية مالته، وممكن نعطي الفاليوم. طبعاً نقطة كلش مهمة، أهم شيء تسألوا شنو؟ الميديكيشن مالته جايبه ولا لا؟ إذا ما جايبه never treat this patient. Myocardial infarction، anyone with myocardial infarction less than 6 months بنشتغل له. قال لك انا صار لي 5 اشهر، حتى لو 5 اشهر ونص، حتى لو 6 اشهر الا يوم بنشتغل له. 6 months and above ممكن نشتغل له. Previous السي في اي، هذا اللي عنده قال لك انا صار عندي جلطه سي في اي قبل مثلا 6 months، تشتغل له لو لا؟ 6 months اوكي.
بس less than 6 months بلشته هلا. هذول شنو عندهم هذا طبعا مشكلتهم؟ هذول معظمهم يكونون هو او السي في اي هم يكونون هايبرتنسيف صحيح، ممكن عندهم ميديكيشن. مشكلتهم عندهم ياخذون شنو ذولا؟ ياخذون بليدنج انتي بليدنج ايجنتس، يعني انتي كوجولنت دراكس. فهاي الانتي كوجولنت دراكس لازم نشيك البروثرومبين تايم نوت مور ذان 1.5 تايمز نورمال، يعني نورمال 11 الى 15 سكند نورمالي. الشيك البروثرومبين تايم ما يصير يعني اكثر من 1.5 مره طبيعي، تمام؟ هذا البليدنج مشكله عندنا. وطبعا نشيك البلاد بريشر مالتهم، هذول عندهم مشكله البليدنج والبلاد بريشر جماعه السي في اي. يعني احنا اذا ضغط عالي ممكن يصير عندنا وحده من الكومبليكيشن اوف يعني دنتال تريتمنت، واحد يصير عنده سي في اي، نعطيه انستيزيا وهو ستريس وهو ان كنترول هايبرتنسيف صار عنده سي في اي. جماعه الكونجستيف هارت فيلير، الكونجستيف هارت فيلير ذا بامب فانكشن اوف ذا هارت از انيبل تو سبلاي ذا سفيشنت اماونت اوف اوكسجينيتد بلاد تو ميت ذا بودي نيد. هذول مشكلتهم الكونجستيف هارت فيلير. شوف واحد يقول لك انا عندي عجز بالقلب، اول مشكله تفكر بيها انه هذا شنو عنده؟ شنو عنده؟ هو عنده ضغط، صح لو لا؟ ممكن يصير عنده ياخذ دايريتكس، ياخذ مدررات، صح لو لا؟ لانه على مود يقلل البلد بريشر. هذا مو هاي الميديكيشن تسوي اورثوستاتيك هايبوتنشن، فهذا ممكن يصير عنده هبوط حاد المريض. ايضا جماعه الدايكومورال هذا انتي كوجولنت دراج على مود التخثر ياخذوها، فنشيك البروثرومبين تايم. طبعا اكيد لس ستريس، تمام؟ لازم احنا بنشتغل كل شيء البيشنت كومفورتبل، هم مورنينج ابوينتمنت، يعني كلها جماعه الهايبرتنسيف نطبقها ويا ذني، سواء كان كونجستيف هارت ديزيز، مايوكارديال انفاكشن، كلها تقريبا نفس البروسيجرز. بس هذول دخلت وياها شنو؟ دخلت الانتي كوجولنت ايجنتس لازم ننتبه لها. جماعة البيس ميكرز، كارديك بيس ميكرز، the management include first consult the physician to know the reason for يعني placing this appliance. ليش هو عنده شنو مشكلته وده حاطه لي بيس ميكر؟ طبعا minimum pressure should be exerted on the implant site، هو بصدره طبعا، بس احنا مو نخلي كلش supine position او نخلي ضغط عليه يكون مرتاح بالشغل مالته. قسم هاي قبل يقولون انه البيس ميكر يتعارض ويا من؟ ويا الالتراسونيك ديفايسز، يعني من تشتغل سكيلينج ممكن يصير اكو يطي ياثر على البيس ميكر بالشغل. بس هسه معظمها البيس ميكرز شيلدد، يعني هي اصلا مغلفه فما يوصل لها. هذا لو يمشي بالشارع وكله راسا اي التراسونيك ديفايس ياثر عليه كان مشكله، فقاموا يسووا لها شيلدد بيس ميكرز. بس احنا ننتبه من الالتراسونيك ديفايس، ننتبه يعني. نجي على نقطة كلش مهمة اللي هو انفكتيف اندوكارديتس. انفكتيف اندوكارديتس this is a very dangerous if it happens to the heart، يعني it's a fatal disease، تمام؟ فاحنا لازم اكو عندنا preventive measures to reduce the risk of infective endocarditis. واضح لو داحكي سريع؟ لا لا زين. First اول شيء احنا نسوي ديفينيشن هذا من البيشنت اللي يكون سسبتبل ان يكون بي اندوكارديتس. من هم؟ اولا جماعه الريوماتيك هارت ديزيز، جماعه الكونجنتال هارت ديزيز، كل واحد مسوي كاردييك سيرجري، كل واحد عنده هارت فالفز، كل شيء عنده بالهارت الى علاقه بالهارت والريوماتيك هارت ممكن انه يصير سسبتبل ان يصير انفكتيف اندوكارديتس. Provide oral hygiene instruction. طبعا هذا قبل ما نشتغل، هو طبعا اذا مو امرجنسي كلش نركز على الاورال هايجين انستراكشن، على البرشنج، على الفلوسينج، على الماوث ووش، نستعملها على مود نقلل الاماونت اوف بكتيريا ان ذا اورال كافيتي. لانه احنا نعرف انه كل شغل بالاورال كافيتي شو يسوي؟ يسوي لنا يعني يصير بكتيريميا،
يصير بالبلد، يعني البكتيريا راح تروح بالبلد. هذا احنا مريد عندنا، فكل ما نقلل اللود اوف مايكرو اورجانيزم ان ذا اورال كافيتي راح يقلل السسبتابيلتي اوف انفكتيف اندوكاردايتس، بالاضافه الى ريجيم طبعا اللي راح نستعمله. بس احنا هذا ضمن البروسيجر وبروفايد اورال هايجين انستركشن. طبعا البروفيلاكتيك انتي بايوتيك ريجيم هذا از فيري امبورتنت. شنو نعطي انتي بايوتيك ريجيم؟ هذا لازم تحفظوه، يعني ما احطه بالموبايل عندي نوت. اولا ننطي مثلا اللي ما عنده حساسيه البنسلين ننطي اموكسيسيلين اورالي 2 جرام 1 اور بيفور بروسيجر. Then يعني then complete the dose after the procedure. Or 600 milligram glindamycin 1 hour before procedure. Or 500 milligram azithromycin اللي عنده حساسيه للبنسلين azithromycin 1 hour before the procedures. جماعة اللي ما يقدرون ياخذون oral medication يعطون IV or intramuscular ampicillin 2 gram injection half كله 30 minutes before the procedure، كله قبل نص ساعة من الشغل. احنا شو نسوي؟ نقضي على levels of microorganism على البكتيريا. Or 600 milligram clindamycin intravenously 30 minutes before the procedures. هذا أو إذا نص ساعة إذا intramuscularly أو intravenously، وساعة إذا قبل ساعة إذا هي أورالي. تمام؟ هاي النقطة كلش مهمة. طبعا جماعة الأجريسيف بريودنتايتس اللي يمكن أنتم بعدكم ما تعرفوا شو الأجريسيف بريودنتايتس، بس هي سيفير بريودنتايتس أجريسيفلي بي بوكيت بي ديستركشن بي انفلاميشن. هذا لازم قبل ما نشتغل له تقريبا احنا 14 يوم نبدي وياه تتراسايكلين. تتراسايكلين دوز 4 تايمز ديلي. تتراسايكلين ابو 250 4 تايمز ديلي فور 14 دايز. بعدين من يجي هو بيوم الشغل مالتنا نبدي هذا الكورس مالتنا البروفيلاكتيك بروتوكول. هاي كلش مهمه النقطه جماعه الاجريسيف بريودنتايتس. ها راح يشتغل على الاي اي مايكرو اورجانيزم اللي هي الاكتينومايسس اكتينوباسيلس اكتينومايسس كوميدنس اللي هي تشتغل كل شيء اللي هي موجوده بالاجريسيف بريودنتايتس يقتلها. يعني هذا مرات احنا بالاجريسيف بريودنتايتس نستخدم كومبينيشن ميديكيشن تتراسايكلين ويا غير شغلات، بس هو الدراج اوف تشويس هو التتراسايكلين. فلذلك التتراسايكلين راح يستخدمه ويا ذول البيشنت الاجريسيف اللي هم سسبتبل تو اندوكاردايتس. واضحه؟ هذا الكورس لازم تعرفه. طبعا قبل ما نشتغل اكو لازم نسوي له بريودنتال تريتمنت بلان. يعني طبعا هذا من يجي كل ما يجينا لازم نعطي كورس انتي بايوتيك قبل نص ساعه، قبل ساعه من العمليه اورالي، او قبل نص ساعه اذا انترافينوسلي او انتراماسكولاري. زين هذا البيشنت مثلا احنا نجيبه كل اسبوع ونعطي هذا الكورس؟ لا، يعني لازم نخطط بالشغل مالتنا. اول شيء نخطط انه شكو سيفير بريودنتايتس تيث وكلها يعني بور بروجنوسيس ونتوقع هذا السن راح ينشلع، نسوي له اكستراكشن بهاي الزياره. يعني مو نظل احنا مثل ناقوط الحب نشتغل، كل يجي نكثف له شغل لان هذا ماخذ كورس انتي بايوتيك. وتعرفون الكورس لازم بين اسبوعين يلا يبدي كورس جديد. يعني مو كل ما يجي انا اعطي الدوز وبعدها نخلص الدوز، يعني عرفتوا؟ فاولا شكو تي سيفير بيرودنتايتس بور بروجنوسيس نسوي له اكستراكشن. All periodontal treatment procedures require antibiotic prophylaxis. يعني حتى لو بنسوي له scaling، حتى لو بنسوي له polishing، هم نعطي prophylaxis. تمام؟ فمثلا احنا شو نسوي له؟ هذا اليوم اللي جاينا، نسوي له scaling وpolishing ونسوي له extraction للبور teeth ونسوي له مثلا غير شغلات، نجمع هالشغلات على مود لن يصير عليه load antibiotic. بعد او شو نسوي؟ لازم نغير الانتي بايوتيك اللي اعطيناه اللي راح يصير بكتيريال ريزيستنس. تمام؟ هاي قلت لكم ريدوس ذا نمبر اوف فيزيتس تو مينيمايز ذا ريسك اوف ديفلوبينج ريزيستنس بكتيريا. طبعا الابوينتمنت بين 10 الى 14 يوم يو ماست سيلكت
نسوي او نسوي الترناتيف، يعني اذا مضطرين خلال الاسبوع نفسه نجيبه لازم نستخدم له انتي بايوتيك الترناتيف. الترناتيف هذا كورس حتى من عنده كارديتس طبعا تو بريفنت، لان هذا احنا كل ما نشتغل راح يصير اكو بكتيريا لود ويصير بكتيريميا، البكتيريا راح تروح بالبلاد، وين تروح؟ للهارت. فاحنا ما نريد البكتيريا وين راح من توصل للهارت تسوي يسموها بكتيريا انفكتيف اندوكاردايتس، واحده من الشغلات الخطره على الانسان، لذلك لازم نمنعها بهذا الكورس. من هم السسبتبل؟ قلت لكم اياهم بالبدايه، جماعه الكونجنتال هارت ديزيز، كل علم علاقه بالقلب، جماعه الفالس، اوكي؟ زين ريجولار ابوينتمنت. ها طبعا اكو شغله همينه، مثلا سوينا له عمليه لازم ايش نستخدم له؟ ريزوربابل سوتشر. يعني تخيلوا مو نستخدم له هذا السلك بلاك سيلك سوتشر واحنا نجي بالزياره اللي بعدها نشيله، حتى من نشيله لازم نعطيه التبايد، فاحنا احسن لنا نستخدم ريزوربابل سوتشر. اي شغله قلت لكم حتى هيك لو بولشن همين انا لازم اعطيه التبايد. Regular recurring appointments are important to maintain the periodontal health. طبعا دائما نقول له تعال دائما نسوي regular appointments اللي هو جماعه البريودنتايتس او عنده اجريسيف، دائما نسوي له appointment على مود لا صار عنده الكيس سيفير، يعني على مود نسوي فد مانجمنت ونسوي contain الانفلاميشن، contain البريودنتال ديزيز بروفيشن. زين جماعه الرينال ديزيز ايش تتوقعون؟ اول شيء يخطر ببالي برينال شنو؟ او شغلات يعني هيدلاينز، اولا شنو هو شنو اخطر شيء عنده؟ ابو رينال هذا ممكن يصير عنده هيباتايتس. ليش؟ لانه هو دائما يسوي دياليسز، يروح يسوي ايش يسموه الدياليسز بالعربي؟ غسل كلى، غسل ديلزة، غسل كلى، فهذا نتيجة للغسيل الكلى المتكرر خطيه يلقوا فيروس مال هيباتيتس بي او سي معظمهم. قال لك انا عندي رينال يعني رينال فيلير، شي يجي ببالي؟ هذا هايبرتنسيف، يجي ببالي ميديكيشن مالته، لازم ما نعطي ميديكيشن تشتغل يعني يصير ميتابوليزم مالتها بالكلى، على الكبد نشتغل يعني هيك، عرفتوا هاي شيء. بعدين ايش عنده هذا؟ بليدنج تندنسي. اذا شنو؟ هيباتيتس، بليدنج تندنسي، هايبرتنسيف، انتي بايوتيك، هذا ببالي تمام. فاولا كونسلت ذا فيزيشن، سكرين فور هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين انتيبوديز، طبعا هذا الفحص اسمه هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، فحص مال هيباتيتس دزوا مختبر يكتبون هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، يجي بوزيتيف معناته هذا بي هيباتيتس. افويد دراج ميتابولايز ان ذا كيدنيز، قلت لكم اياها مثلا تتراسايكلين، ستريبتومايسين، امينو جلايكوسايد، اسبرين، كل هاي المسكنات ممكن احنا نعطيها والميتابوليزم مالتها يعني ميتابولايز ان ذا كيدني خطيه، هو عنده كيدني فيلير او رينال ديزيز، ما اريد اسوي يود على الكلى. ايضا انتيبايوتيك بروفيلاكسز نعطيه تو بريفنت انفكتيف اندوكاردايتس، همين نعطيه. سكرين فور بليدنج ديس اوردر، اللي قلت لكم واحده من النقاط اللي صار عندي بليدنج تندنسي، نشيك البليدنج تايم وبليتلس كاونتس، إذا نازلة هذا يعني معناته تتوقعون بليدنج تندنسي خلال الشهر. مونيتور ذا بلاد بريشر تمام، هاي خلصت. شنو هاي نقاطها؟ هيك هيك سبوت لايتس. من يقول لي رينار ديزيز أنا شو أقول؟ هايبرتنشن، هيباتيتس، بليدنج تندنسي، بروفيلاكتيك أنتي بايوتيك. ها؟ ثابتة. من يقول لي أنا عندي رينار ديزيز او قال لك انا عندي دائما اسوي دايلس. دكتور بما يخص الهيباتيتس انا دائما اقول له اودي هيباتيتس بي سيرفيس، لا هو من يقول لي بي رينال ديزيز اي شكو رينال تشيك، لان هذا احتمال يسوي غسل، هذا معظم اللي عندهم رينال ديزيز مو يعني قال لك انا رينال مثلا قال لي ما اسوي غسل، اذا ماكو غسل لا ما اصور،
احنا ماكو داعي، بس انت اللي عندها لا تسوي. جماعه الرينال ترانسبلانتيشن هسه قال لك انا عندي مسوي لي زرع كلي، شنو ببالي يجي اهم شيء؟ قضيه المناعه والانفكشن. عافية جماعه، اول شيء هذا الميونيتي مالته قليله، لان يطو مش يطو جماعه الرينال ديزيز مثبت لدينا الامبلانت يعطوا ميديكيشن يعطوا مثبت للمناعة تقلل المناعة، فهاي ممكن انه هو يصير عنده انفكشن، فنعطيه بروفيلاكتيك انتي بايوتيك. هم نعطيه بروفيلاكتيك انتي بايوتيك. ايضا ممكن هذول جماعة الرينال ترانسبلانتيشن يعطوهم كورتيزون، زين supplementation of corticosteroids هذول، فهذول نحسب حسابهم من جماعة الكورتيزونات. بعدين أقول لكم هاي شو نسوي مانجمنت إذا واحد يأخذ كورتيزون. طبعا التيت اللي هي مثلا فوركيشن اوف مومنت بيرودنتال ابسس لازم نسوي لها كلها اكستراكشن بيفور ترانسبلانتيشن، هذا قبل لا يزرع. أنا شو أقول تيت بور بروغنوسيس بها بريدنتال ابسس اذا فوركيشن مال تعبانه اسوي اكستراكشن قبل الشغل تجنب الانفكشن. زين سيرجيكال اكسيجن اوف ذا جنجيفا مي بي نيد. طبعا الجنجيفا همين تريتمنت نسوي لها يعني اذا في حاله ال قبل الشغل. اندوكراين ديس اوردر، الاندوكراين ديس اوردر وحده من عده دايابيتيك ميلايتس. طبعا كلاسيكال ساينز احنا اذا ما نعرفه مرات هو طبيب الأسنان يكتشف البيشنت عنده دايابيتيك ميلايتس، يجي يحكي لك لأن هي لها علاقة بالأورال كافيتي، يقول لي أنا عندي بوليليبسية بوليوريا بوليفاجيا. كل شيء تعرفوه شنو البوليليبسية يعطش خطي، بوليوريا اكسسيف يورينيشن، بوليفاجيا اكسسيف هانجر جوع. هو يشكي للطبيب مرات، أنت من تفتح الأورال كافيتي ويشكي لك أنت تعرف تشك بي هو هذا دايابيتيك. طبعا اذا هو undiagnosed patients يعني احنا ما مشخصي شكيت من انت، طبعا شو نسوي له؟ consult the physician، دزه للطبيب، تسوي له دزه على تستات انت او هو الطبيب. لازم تعرفوها التستات، انا مسجل لكم اياها، fasting blood glucose sugar 2 hours post partum glucose عندكم يعني هواية تستات موجودة، هذه تعرفون النورمال مثلا فاستنج جلوكوز ايش قد لازم يطلع عند اكثر من 126 ملي جرام ثيرابي، النورمال 70 الى 100، لازم تعرفون النورمال عن الآخر. هاي الفحوصات ودان ولا من ثيرابي يعني اذا نورمال كنترول تشتغل اوكي. provide emergency periodontal treatment only إذا عندك أكيوت بريودنتال أبسس، مثلا هو قال لك آني أنت مدى تعرف شنو القصة مالتك، هو كنترول أون كنترول، فقط تسوي له إمرجنسي تريتمنت. إذا عنده أكيوت تسوي له درينج مثلا، بس تسوي له فقط درينج وتعطيه أنتي بايوتيك، ما نشتغل له غير شيء إذا هو أون كنترول أو ما نعرفه هو يعني دايابيتيك أو شاكين، فقط أكيوت بريودنتال ابسس تسوي له تريتمنت. زين بس هذا الكيس الوحيد اللي تقدر تشتغلها، بس طبعا هو هذا همين اذا انت لازم تقيس مستوى السكر مالته، يعني اذا عالي ما تشتغله، اذا عالي مثلا تنتظر ينزل يلا تشتغل، قسته عالي قسته مثلا فد ورا قول له اقطع الاكل والشرب ما شنو فد ساعتين ثلاثه تقدر تشتغله نزل السكر مالته هيك يعني. تمام. If the patient is known to have diabetes قال لك أنا عندي diabetic، لازم أنت تعرف the level of glycemic control before initiating periodontal treatment. يعني هو حتى لو قال لك أنا diabetic وهذه تقول ليش قد سكرك، تمام؟ إذا عالي قلنا ما نشتغل، هاي نقطة مهمة. إذا هو normal وسكره طبيعي لا تشتغل بين 70 إلى 110 أو 100 هيك طبيعي تشتغل. واحدة من الفحوصات اللي نسويها نسميها HbA1c، يسمونها glycated hemoglobin test
هذا الدزه اتش بي اي 1 سي على ما تعرف هذا دي نورمال على وضعيته. ان دايابيتك بيشنت تيكينج انسولين هذول ياخذون انسولين هذول ياخذون ميديكيشن هذول جماعه الانسولين اهم شيء نخاف من عنده اللي ياخذون انسولين شيء الهايبوغلايسيميا لو هايبرغلايسيميا هايبو ها الهايبوغلايسيميا مو الهايبرغلايسيميا. احنا عندنا الهايبوغلايسيميا والهايبوغلايسيميك شوك اخطر من الهايبرغلايسيميا فاحنا نخاف من هالشيء. شيء صار عنده صار عنده تريمار يبدي يرجع كونفيوجن انكزايتي سويتنج وممكن يصير انكونشس. أنا كل يوم عندما أشتغل بالعيادة بيشنت صار بيها هيك عندي قامت ترجف وعرقت وستريس أنا رأسا عرفت هاي عدس نزل السكر رأسا شحب ورا له بلاص بشكر أو عصير أشربه هي شوكليته نصعد السكر. If hypoglycemia occurs during the parenteral treatment the therapy must be immediately terminated. تطوه يعني توقفون تطوه هذا الجوز أو شغل. Well controlled diabetic patients have routine يعني ممكن اللي عندهم هم control وأنت قل لك أنا control وسكري طبيعي وقايسة طبيعي ممكن هذا تشتغلونه أنت وياخذ الدوز مالته normal هو. بس شنو هو ماكل يعني مو مرات ياخذ الانسولين مالته وهو ما يا ماكل يجينا شنو يصفوا عندنا مستوى الليفل اوف شكر ياخذ الدواء ويتايقويد فهو لازم ماخذ الابره مالته وهو ماكل زين نورمال ميل زين. اذا طولت اذا احنا نعرف مثلا عندنا عمليه وراح تطول الانسولين دوز بيفور ذا تريتمنت يقللوها نوصي نقول له قلل الدوز مالتك قبل لا التي تجي لان هاي اللي يصير عندنا لان هو اصلا مثلا نقول مثلا متغدي وجاك مثلا عياده مثلا جاك بالخمسه بالسته ورا ثلاث ساعات وما اخذ الدوز مالته وانت راح تشتغل له في ساعتين ايش راح يصير عنده؟ راح يهبط السكر عنده. فاذا ممكن نقول له ريديوس ذا دوز قبل لا تجي قبل موعدك يعني انت توصي تقول له قلل الجرعه مالتك على مود يصير عندنا هايبوغلايسيميا اوكي. وممكن انه افضل شيء دائما اقول كونسلتيشن وذ فيزيشن على مود تخلصون من المسؤوليه مال الشغل. اف اني موديفيكيشن از نيدد يعني احنا صح نقول له قلل الدوز بس هو الافضل انه ويا الطبيب مالته يتفاهم على مود لا خاصه الريسبونسبيلتي تطلع من ذمتنا تمام. جماعة الثايرويد ديس اوردر الثايرويد ديس اوردر عندنا الهايبرثايرويدزم او نسميه ثايروتوكسيكوسيس هذول هم عندنا نقاط هذول شنو عندهم جماعة الثايرويد ديس اوردر او ثايروتوكسيكوسيس هايبرتنشن انجايا كونجستيف هارت فيلير هذول كلهم انكريز ذا ريسك هذول ممكن يؤدون الى هذه الشغله. سو avoid periodontal treatment for patient with thyrotoxicosis under good medical control. اي واحد عنده ماله ما نشتغله. بعدين عندنا لازم البنج مالتنا شنو يصير without adrenaline avoid epinephrine and others okay لازم without adrenaline. كل واحده تقول لك عندي thyrotoxicosis او غده لازم نعطيها البنج بدون adrenaline تختنق يعني أنا مرة واحدة اشتغلت لها ما قالت لي يعني ما قالت بالهستري أنا عندي ثايروتوكسيكوسيس ورا البنش هنزين أنا مطيتها يمكن نص كارولة بدت عدها اختنقت يعني بدت عدها بعدين شوية ارتاحت يعني أول لطف يعني قلت ليش ما حكيتي ما يحكون فلازم كلش يعني أكو قسم ما يحكون يقول لك ما يشتغلوا لي أو هذي هيك شيء. ف أني هاي قمت رأسا سجلت بالكارت هاي عندها ثايروتوكسيكوسيس رأسا without adrenaline بنج مالتي avoid stress زين and control the infection
to prevent occurrence of some thyrotoxic crisis in untreated patients. طبعا إذا هو under good medical condition you can treat him normal. Okay. يعني هو هذا أهم شيء عندنا. عندنا الهايبرتنشن مالتهم والويذاوت ادرينالين تمام. ان هايبوثايرويديزم همين الستريس اند انفكشن از فيري امبورتنت تو بي بريفنتد تو بريفنت هايبوثايرويد كوما. جماعه الناركوتكس وترانكولايزرز ما نعطيهم اياه لانه they can't tolerate the drug. In patients under good medical management, يعني we can treat him normally. تمام؟ يعني جماعة الناركوتيك والترانكولايزرز مثل من؟ يعني فاليوم شي ما نعطيهم دولة جماعة الهايبو. هو عنده خمول بالغدة. ما اجي انطي اني ناركوتيك وترانكولايزر. على مود عود كنترول ستريس عرفتوا؟ يعني ما ياكلوا طب يعطون فاليوم يعطون هاي شغلات على مود يسوون كنترول ستريس. Adrenal insufficiency. Adrenal insufficiency, most commonly adrenal insufficiency is seen in patients who have received جماعة الستيرويد. أكيد. من هم جماعة الستيرويد اللي ياخذوا؟ شو تتصور؟ يعني بالكم جماعة السكن ديزيز هو ياخذون كورتيزون سواء كان سيستميك أو مثلا هذا. جماعة الأوتو أميون ديزيز كورتيزون. جماعة الأسمة حساسية ما حساسية يأخذون كورتيزونات. حتى يعني فالمهم هواي أسباب أنه يأخذون هذول الكورتيزون لفترة طويلة. فهذول طبعا شو راح يصير عندهم؟ يأخذون كورتيزون لفترة طويلة شو راح يصير عندهم؟ غدة الأدرينالين راح تضمر ويقل السكريشن مالتها. تمام. فهذا هو عنده يعني يأخذ supplementation ياخذ ستيرويد. زين. طبعا احنا عندنا عوامل تاثر على هذا. اولا جماعه الادرينال انسفيشنسي هاي قلت لكم اكو نقاط تخلوها ببالكم. اولا دراج يوز شنو الدواء اللي يستعمل؟ ستيرويد. هل هو لوكال؟ هل هو سيستميك؟ ثانيا الدوز شقد الجرعه مالته؟ ثلاثه الديوريشن اوف ادمنستريشن. أربعة the length of time elapsed since the steroid therapy was determined. يعني شنو؟ أنا أسئلة شكال صار لك تأخذ الستيرويد؟ شكال صار لك من قاطع الستيرويد؟ شكال كمية الستيرويد اللي دا تأخذها؟ زين؟ الدوز زين؟ الفترة اللي أنت بتأخذها والروت أوف إدمنستريشن شون دا يأخذها؟ سيستميكلي لو لوكالي؟ هاي كلها أسئلة لازم أعرفها من أسمع كلمة يعني جماعة الستيرويد ياخذ ستيرويد كورتيزونات. مثلا العالم عند ربو دول هنفكر نفكر اي ربو اسمه هذول ياخذون كورتيزون. فهذا من نشتغل هاي الأسئلة لازم نحطها ببالنا. طبعا الدوزات اللي ممكن ياخذها doses of different corticosteroids include اولا عندكم 20 ملي جرام هيدروكورتيزون 20 ملي جرام او عندكم ابو الخمسة ملي جرام الدوز يعني كدوزات مالتها. زين. For patient who is currently receiving steroid. Patient اجي وقال لك انا دا اخذ steroid. زين. اولا احنا ال patients taking low dose وعندكم اللي ياخذ high dose. ال low dose اقل من 20 ملي جرام ياخذ. ال high dose اكثر من 20 ملي جرام. فهذول نقسمهم قسمين اللي ياخذون لو دوز واللي ياخذون هاي دوز. اللي ده ياخذ لو دوز مثلا ياخذ مال اسبوع مال خمس ايام يعطوا كورس. اذا انا مرات اصلا عندي الارجيك برونكايتس يعطوني كورس الطبيب هاي مال فت خمس ايام سته هذا يسموه لو دوز وحتى اقل من 20 ملي جرام باليوم يصير عندي. تمام. وجماعه الهاي دوز اللي هم اكثر من 20 ملي جرام بس اللي هي فتره اقل من مثلا قال لك انا اخذت اقل من اسبوع او اقل من شهر هذا تقدر يعني نو سبلمنتيشن ما تحتاج انت تزيد له الجرعه مالتك. يعني ال
الغده مالته بعدها تشتغل، ما صاير عندنا سبريشن. شوفوا احنا شنو مشكلتنا بالشغل مالتنا، هذا مو يصير عنده ستريس، يحتاج الجسم ادرينالين ينفرز. الادرينالين ما موجود، الكورتيزون مو موجود بالجسم لانه الغده صاير فيها سبريشن، راح يصير عنده المشاكل. هذا او الادرينالين انسفيشنسي، جسمه ما بي ما يلقى ادرينالين. احنا بالشغل راح يصير نحتاج ادرينالين ينفرز كورتيزون بالجسم، ماكو كورتيزون راح يصير عندنا المشكله. زين، فلذلك اذا هو اقل من الشهر ماخذ الدوز وقاطعه مو مشكله، ما نحتاج نزيد الدوز. بس اللي هو ياخذ لارج دوز مو اقل 20 ملي جرام كورتيزول ديلي، فمثلا عندنا اكزو عندنا سيرجري، نقول له انت ضاعف الجرعه مالتك اليومي، دبل ذا نورمال ديلي دوز قبل 1 اور بيفور ذا بروسيجر. تمام، هاي واضحه لو لا؟ double the normal daily dose 1 hour before the procedure إذا هو يأخذ دوز عالي. تمام، يعني بس شنو هذا اللي فترة طويلة. أوكي، نقول له double the daily dose. patient on topical steroid يعني يأخذ كريمات، يأخذ eye drops، ما تحتاجون إلى supplementation، يعني من أثر local أو حتى هذا اللي يأخذ بخاخة بصدرة. تمام لولا؟ تمام، وضحت لولا؟ زين، هسه نجي على البريجنسي. البريجنسي دائما the most the safest time to treat second trimester. طبعا in third trimester يعني احنا ما نفضل الشغل patient with the trimester the third trimester. ليش؟ أولاً هاي يصير عندها سوباين هايبوتنشن، يصير عكو ضغط على السوبرار بنقابة ومن تقعد ديسكومفورت ممكن يصير عندها هايبوتنشن. زين، ممكن يصير عندها لوس اوف كونشسنس، وهي أصلاً وضعية كل يصير ضغط على اليوتراس وعلى السوبرار بنقابة وتتخربط عندنا هاي، فما مفضل الشغل مالتها. ما مفضل أن نعطيها ميديكيشن، اي ميديكيشن يعبر البلاسنتا من الطيه. زين، وافضل شيء تحولوها على الطبيبه مالتها هي تعطيكم فد ريبورت يلا تشتغلون. This is the best. اكيد نو اكس راي. اوكي، هيموراجيك ديس اوردر، جماعه الهيموراجيك احنا يعني شغلنا كبيريو سواء كان سكيلينج ديب سكيلينج او جي بلينينج اذا سيرجري، ممكن يجونا بيشنت عندهم بليدنج ديس اوردر. شنو هي هاي البليدنج ديس اوردر؟ مثلا عندنا جماعه الهيموفيليا اي، اكو انواع الهيموفيليا اي وبي، واكو جماعه هذول الفاكتورات اللي هي نقص بالبلاد فون ويل برانز ديزيز، كلهم هذول ديفيشنسي بالفاكتورز معينه بالبلاد بعوامل التخثر ويسوي لنا طبعا هذول هيك بيشن هم يجوكم يقولوا لكم اني عندي هاي المشكله، لان طبيبهم قال لهم كلش يخافون ما تشتغلون يا طبيب اسنان، هم محذرين ومن عندكم. فانت احسن شيء اذا في حاله ها جماعه الليفر ديزيز هذول عندهم مشاكل بالكبد، ممكن يصير عندهم مشكله عوامل التخثر اللي تطلع بالكبد مثلا، فهم يصير عندهم بليدنج ديجنوسي. جماعه اللونج تيرم الكحول ابيوز همينة والكرونيك هيباتايتس هم عندهم بليدنج ديجنوسي ديزيز. هو بيشنت ياخذ ميديكيشن انتي كوغولانت جماعه السي بي اي، وقلنا غيرها ياخذون انتي كوغولانت جماعه الشبكه والقسطره وها كلهم دول ياخذون انتي ميديكيشن. زين، جماعه المايوكارديال انفاركشن الستروكس كلهم انتي كوغولانتس، مثلا يستخدمون دايكومرال وارفارين. زين، هم عندهم يعني كل هاي تاثر تسوي يعني بليدنج تندنسي. فهاي كلهم ذولا طبعا شود بي يعني من يشتغلوا مثلا اكزو شي شود بي هوسبيتالايزد، مو احنا نشتغلها اندر هوسبيتال يعني لازم بالهوسبيتال. اوكي، الاسبرين مثلا يسوي لنا برولونج بليدنج تايم همين، فمهم عندنا اللي بيشنت ياخذون اسبرين مور ذان 325 ملغ بير دايز لازم
اقطع، نقول له اقطع الاسبرين 7 إلى 10 أيام قبل ما نسوي لك مثلا الشغل. بس هم يحولون الفيزيشن قبل ويقطعون كل شيء. هنا بالعراق قطع اسبرين قطع دواء صار في شيء دبوه براسك. هاي ثرومبوسايتك بوربوروس، هاي جماعة الهمينة ثرومبوسايتس بليتلتس كاونتي قلعتهم زين، نتيجة للراديشن أو كيموثيرابي أو لوكيميا أو انفكشن يصير عندهم هاي المشكلة، فهذول همينة يصير عندهم بليدنج تندنسي، هذول يصير عندهم بالبلاد بالجسم بالسكن يصير باتشز، يعني هو خطيه ينطخ او شيء او بدون طخه جسمه كله مطقع بلاد، هذول ثرومبوسايت كلينيك ثرومبوزي يسمونها زين، هذول هم عندهم بليدنج تندنسي. جماعه اللوكيميا طبعا اذا هو اكيوت اللوكيميا تشتغل ولا لا؟ مستحيل واحد يشتغل اكيوت اللوكيميا الا اللي يجون عندهم كرونيك اللوكيميا وهو ماخذ ورقه من الطبيب والطبيب بيقول لك اشتغل يابا زين. ممكن انه اذا هو اكيوت اللوكيميا يسوي له سكيلينج روت بلانينج، ممكن يسوي له ديدي هذا البيشنت بليدنج، لكنه مثلا اذا هو كرونيك اللوكيميا ممكن يشتغل له سكيلينج روت بلانينج. نقول له قبل نشتغل نسوي له رنس بالكلوركسيدين 0.2% daily twice daily، يعني نسوي ريكومنديشن يستخدم ماوث واش انتيبايتيك كفرج زين. اذا هو عنده انكنترول بليدنج واكيوت نيفر تريت ذس بيشنت. هو عنده لوكيميا ايج تريد بس بالكرونيك ستيج، اكيوت ما يجي وين بالاكيوت هو ما يقدر يقوم من فراشه خطيه. اي بس احنا يعني على مود تعرفون المانجمنت زين. هسه جاكم patient with liver disease، نرجع على الليفر. الليفر هم يعني من يجينا الليفر disease شنو يجي ببالكم؟ hospital قبل من hepatitis شنو بعد المديكيشن والimmunity يعني الhepatitis والمديكيشن وتشيكون البليدنج تايم بليدنج تندنسي تمام. consult the physician screen for hepatitis هذول يصير عندهم B وhepatitis C وتشيكون البروثرومبين تايم وبارشل ثرومبوبلاستين تايم. زين بيشنت جاء قال لك انا عندي هيباتايتس شلون المانجمنت مالتك؟ اول شيء تعرف لازم شنو نوع الهيباتايتس اللي صاير عنده، تاخذ منه جود هيستوري يعني هيباتايتس اي وهيباتايتس اي واي هذا مو دينجرس ها، يعني سيلف ليمتد انفكشن وهذا جاي من الاكل بالطفوله وصاير بيسموه بالصفار عندنا يعني البدايه. بس البي بالله بي فاكسين، السي حتى فاكسين ما بي، السي ما بي فاكسين ما بي تريتمنت، هذول كلهم خطره اذا صار بالبشر يعني حتى يصير بعدين ليفر كانسر ودينجرس يعني مشكله. ف لازم نسوي له جود مونيتورنج للكيس مالته. طبعا الهيباتايتس بي ينتقل عن طريق البلاد زين ثرو ذا هيماتوجينس روت اند ثرو كونتامينيتد انسترومنت اور نيدلز ان ذا دنتال اوفيس. هيباتايتس دي فيروس ريكوير ذا بريزنس اوف هيباتايتس بي تو سرفايف اند ريبليكيت. هاي انواع الهيباتايتس تجون عليه معظم 15% اللي يصير بيهم of patients infected with this virus recovered completely، لكنه 85% يبقى الفيروس وين بالبلاد مالتهم، يصير عندهم liver cirrhosis كارسينوما liver failure نتيجة للهيباتايتس بي، لأنه هو قصدي الهيباتايتس سي. هذا no vaccine is found for hepatitis C. اكو واحد اسمه G newly discovered virus and بعد ما هذا وهم اللي ينتقل بالبلاد. زين اذا كل واحد عنده hepatitis
اكتيف ستيج ما نشتغله نبغى تريت، لكن عنده باست هيستوري اوف هيباتايتس شلون تسوي له مانجمنت؟ بالكم دبل ماس دبل جلوفز التراسونيك انسترومنت ابد ما تستعمله، اير سبلاي اير سرنج ما تستعمله، كل انسترومنت تطفر وتسوي اير سولز ما تستعملها، يكون دائما هو اللاست بيشنت تو بي تريتد، الانسترومنت مالته تتحط على صفحه ونعزلها. وقبل لا نشتغل اصلا يعني انتم كل بيشنت اذا شاكين بيتحولوه بتات السيرفس بي انتي جين تشيكو تمام. يغسل حلقه بالكلوركسيدين ماوث ووش على مود قلل الاموت اوف فايروس ان ذا اورال كافيتي. طبعا هاي البروتكشن جلاس كلها تستعملوها انتم. الايدز طبعا هم تستعملون اذا بيشنت جاكم مود ايدز يوزنج فول اذا قبلتوا تشتغلوا له فور بارير تكنيك. تستعمل تكون كير فول with the use of all sharp instruments, proper sterilization. ما تستخدمون هي هاي infectious disease قبل ما تستعملون ultrasonic instruments. manual scaling يعني قبل فترة جاني patient ما يقبلون يشتغلوا له hepatitis خطية، يعني هو الولد هم يعني عنده blood disease والمنقولة إليه يعني مو صدقه، يعني دائما ينقل blood يبدل blood وحدة من هاي وصافي وما حد يشتغل له، يروح الطباء ما يشتغلوا له. أنا طبعاً ما أدير بال، فهم أنا قعدت مانيوال إنسترومنت سكيلينج، مانيوال سكيلينج، والله حتى بولشنج سويته ديسبوزبل يعني هاند بيس، لأن هاي وراها الهاند بيس ولا كله لازم أوتو كليب أو ديسبوزبل، وقللت لهذا وعلى كيف مانجمنت يعني دبل ماسك بروتكشن جلاس على كيف كيرفولي لو واحد ينجرح. اهم شيء هذا تيبركلوسس طبعا هذول جماعه التي بي بيشنتس معظمهم هذول لازم تشيكوهم، معظمهم ياخذون ميديكيشن تقريبا تخلون ببالكم انه هذا تقريبا 18 شهر يلا يطيب يعني التريتمنت فتره العيال يعني سنه وش قد سنه وست اشهر سنة ونص مو سنة ونص تقريبا علاجه هذا. فخاف يقول لك انا صاير وطايب يعني لا انت توقع انه هو اذا بي تي بي سنة ونص علاجه. فايضا تسوي له كونسلتيشن وذ فيزيشن تعالجوا نورمالي بس تقللون الاير سولز والهذي الشغلات كل شيء بالهذا. اكو موضوع جديد اللي هو اضاف هذا هو المانجمنت اوف ابيليبتيك بيشنت يعني هسه نظافه التدريسيه حقيقه هسه قبل شويه قالت لي. ف المانجمنت اوف ابيليبتيك بيشنت انتم عندكم مشكله الابيليبسي لازم تعرفون نوع الابيليبتيك الابيليبسي اللي عنده، هل هو يجي نتيجه للستريس، هل هو كنترول ان كنترول، اكو نتيجه ستريس ويصير عندهم ابيليبسي، اكو لا ستريس مو ستريس يصير يجي عنده ابيليبتيك اتاك. الميديكيشن مهم، اهم شيء يكون كنترول، اذا هو كنترول تعالجه كنورمال بيشنت بس انت تكون كير اخاف تقلل مينيموم ستريس يكون سوبر امبوزيشن تحط له ماوث بروب. تعرفون شنو الماوث بروب؟ على مود لا يعض على صار يصير هيك مثل لاستيك يحطوه للاطفال على مود اخاف تجي سيزر ما يعض لسانه ما يعض ايدك زين. اذا جتي الاتاك عند البيشنت هذا أنا عوفة بمكانه ما أحاول أحركه من القاع وفوق مكانه بس تقلبوه على مود تطلعون شكو شيء من حلقه ممكن يخنقه يبقى بالقاع مشطول على صفحة على مود clear the airway إلى أن يرتاح يلا أشيله ومن تجي لا حاولوا ثبتوه بالقاع يعني لا تحاولون تشيلوه وتغيروا مكانه. مثلا ورا ما صارت أتاك قدام تفحصوه شوفوه مجروح من مكان صاير كتير صاير تروما من مكان يجوز يحتاج سوتشر شاك حلية هاي كلها مهمة زين. جماعة الإبيليبسي دولة تمام عنيد لا إذا ياخذ كنترول ما صاير. أنا أشتغل هو إبيليبتيك بيشنت ما صاير عندي فيديو أتاك بس يعني واحد يسأل أهم شيء بالأتاك شو وقت جاي الأتاك عندي
كل ما الأتاك بعيدة كل ما احتمال تجي، كل ما احتمالية تجي. بس إذا هو الأتاك لو جايتك مثلا قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبل 10 أيام، لا توقع هاي أتاك ما راح تجي. فكر هم يقسمون إلى نوعين، نوع مدة بعيدة ويلا تتكرر، نوع مدة قريبة. واحد يعني في هاي تمام يعني. يلا شكرا. شكرا يا دكتور.